بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات، معكم المعلم زهير. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير، كنتمنى الفيديو يلقاكم بكامل الصحة، تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله. كنشكركم على الكم الهائل ديال التعليقات ديالكم وترحيبكم بيا، ربي يجازيكم كل خير وربي يوفقكم جميع أعمالكم. كما كتشاهدوا معنا اليوم في الفيديو موديل جلابة الراندا، غادي نبداو الخدمة ديالنا على بركة الله. كنحتاجوا لهذه الخدمة الحرير مبروم على جوج ديال الشعرات كما كتشوفوا، بريم خفيف، هذا اللون ديال التوب. كنحتاجوا كذلك لون مغاير اللي غادي نخدموا به يعني الطرزة ديالنا. انا اختاريت هذا اللون كيجي مناسب مع البلونكاسي كما كتشوفوا. وغادي نحتاجوا كذلك الابر نمرة 7 اللي كنخدموا بهم الراندا على جوج الشعرات. بعد ما كنخليو الفتحة ديال العنق كما كتشوفوا، انا بنيت الغراز هنايا، بنيت 8 ديال الغراز ونزلت معاهم في الخدمة ودرت الدقة ديال التوب. دابا نبداو بسم الله على بركة الله. من بعد الدقة الاولى في التوب كما كتشوفوا، غادي نزيدو الدقة الثانية نفس الشيء حداها، يعني نخدمو جوج دقات ديال التوب يعني مع بعضياتهم. من هنا مباشرة ننقز هاد العوينة الأولى وغادي ناخد العوينة الثانية، وغادي نثبت الخيط ديالي غيجي على شكل مائل كما كتشوفوا، وغادي نكمل الخدمة ديالي عادي. غنخدم الغرزة الثانية كذلك الغرزة الثالثة، وغادي نخدم الغرزة الرابعة، وغادي نخدم الغرزة الخامسة، شتو كيبقاو ليا جوج عويلات هنايا في الاخر. غادي ننقز العوينة الموالية وغادي ناخد اخر عوينة بغرزة ونثبت الخيط ديالي كيما كتشوفوا. غادي نخلي يعني هاد الفراغ على شكل مثلث كما درنا هنايا لتحت. دابا غادي ندير الدقة ديال التوب ديالي عادي، دابا غادي نهز هاد الفراغ بغرزة يعني الأعلى لجهة التوب كما كتشوفوا، كنزيرها ما أمكن يعني جهة التوب. غادي ندير الدقة الثانية نفس الشيء كما درنا لتحت، باش يجيونا الجهتين متساويين مع بعضياتهم. دابا غادي نبدا كنعمر هاد الفراغ بالغرزة الأولى، وغادي نزيرها يعني للجانب كما كتشوفوا. غادي ندير كذلك الغرزة الثانية نفس الشيء، وغنخلي العوينة بيناتهم باينة، وغندير الغرزة الثالثة وغادي نزير مزيان يعني داك الغراز مع بعضياتهم باش نزيد الغرزة الرابعة، يعني كنعمرو في هاد الفراغ 4 ديال الغراز، شتو. دابا وقفنا يعني الشكل ديال داك المثلث. دابا غادي نهبط كنخدم الغراز عادي يعني اللي بقات لي باش نوصل الفراغ يعني اللي عندي لتحت، نفس الشيء غنعمرو بالغراز. كنخدم هاد ثلاثة الغراز اللي بين الفراغين، وهذه الغرزة الرابعة. دابا وصلت هنايا للفراغ، غادي نعمر في داك الخيط 4 الغراز وغادي نزيرهم يعني باش يعطيني الشكل ديال المثلث. هذه الغرزة الثالثة، وغادي نزيد كذلك الغرزة الرابعة،
هي نخلي العوينة ديالها باينة في الأخير، لأن نزها في الخدمة من بعد. كندير الدقة ديال الثوب عادي نفس الشيء كما درت سابقا، وغادي ناخد هاد العوينة الأولى كما كتشوفوا بغرزة، وغادي نزيرها يعني مزيان. هننتقل دابا بالخيط ديالي من هاد المكان الغرزة الموالية اللي عندي في هاد الصف، وغادي نخلي نفس الشيء الخيط يعني مائل، وغادي نخدم الغرزة الثانية نفس الشيء، كذلك الغرزة الثالثة نفس الشيء. شتو فاش كنوصل لهاد المكان من هنا مباشرة غادي نقز هنايا لهاد العوينة اللي عندي في المثلث ديالي اللي كلكم خليوها بين الغرزة الأولى والثانية، ونخلي كذلك الخيط مائل كما كتشوفوا. غادي نخدم آخر غرزة عندي هنايا الفوق، وغادي ندير الدقة ديال الثوب كما كتشوفوا. كنجبد الجهة الفوق قبل ما ندير الدقة ديال الثوب باش ما يجينيش تكماش في الجهة الفوقانية وتجي ناقصة يعني في العبار في الآخر. كنخدم كذلك هنايا هاد العوينة الأولى يعني بغرزة. دابا كننتقل لهاد الخيط ديال هاد الفراغ وكنعمرو بالغراز كما كتشوفو، كنعمرو بأول غرزة وكنزيرها يعني الجانب، كنعمر حدا الغرزة الثانية وكنخلي داك العوينة باينة، وغادي نعمر الغرزة الثالثة والغرزة الرابعة. شتو كنخليو هاد العوينة باينة هي اللي غنهزو في الخدمة من بعد. كنخدم الغراز دالوسط عادي، كما كتشوفو خدم جوج غراز هنايا في الوسط. ننتقل دابا للخيط يعني اللي عندي هنايا لتحت، غادي نعمرو نفس الشيء بغرزة يعني، وغادي نزيرها للجانب. غنعمر الغرزة الثانية كذلك الغرزة الثالثة. هنا بين الغرزة الثالثة والغرزة الرابعة غادي نخلي العوينة باينة باش نهزها في الخدمة من بعد. كما كتشوفوا غادي نخدم الغرزة الأخيرة عندي هنا لتحت، هاي الخدمة ديالنا بدات كتبان يعني الزواقة ديالنا. غادي ندير الدقة ديال الثوب كما كتشوفوا، الخيوط اللي كنتاقل بها ما كنديرهاش يعني تجي طويلة بزاف، كنديرها يعني مزيرة باش تطلع الزواقة ديالي مزيرة من البداية. كما شفتوا خدمت الغرزة الأولى، غادي نخدم الغرزة الثانية من داك العوينة اللي في داك الغرز ديال الخيط مباشرة. غادي ننتقل لهنا لهاد العوينة ديال الوسط بالخيط مائل، نفس الشيء هنايا غادي ننتقل لهاد العوينة اللي عندي هنا في الجانب ديال داك الخيط، كذلك كنخلي الخيط مائل. وغادي نطلع كنخدم باقي الغراز عادي كما كتشوفوا حتى النهاية، وغادي ندير الدقة ديال الثوب وغادي نهبط كنخدم الغرز ديالي تنوصل للفراغات كما كتشوفوا خدمت الغرزة الأولى. غادي نخدم الغرزة الثانية وغادي نوصل لهاد الخيط، غادي نعمرو كذلك نفس الشيء بأربعة الغرز، ونخلي الغرزة يعني الأولى العوينة بيناتها وبين الغرزة الثانية باينة يعني في الخدمة من بعد. شتو كنعمر ثلاثة الغرز وكنزيرهم في داك الخيط باش نزيد الغرزة الرابعة باش ما يبقاليش شي فراغ، يعني الخيط يجي عامر حتى النهاية. نفس الشيء هنايا في الخيط
كنعمر اربعه الغراز، ولكن كنخلي العوينه بين الغرزتين الاخيرتين يعني باينه باش غادي نهزها في الخدمه. هذه هي الغرزه الثالثه دابا كما كتشوفوا، يعني غادي نخلي الغرزه الرابعه بينها وبين الثالثه العوينه ديالها باينه، وغادي نخدم يعني الغرز اللي عندي هنايا لتحت عادي. دابا غادي نسدو يعني هاد السهم ديال المسوس اللي خدمنا، غادي ندير الدقة ديال التوب عادي، وغادي نطلع دابا في الخدمة كنخدم الغرز ديالي. خدمت الغرزة الأولى، غنخدم الغرزة الثانية، كذلك غنهز هنا الغرزة الثالثة من داك العوينة ديال داك الخيط كما كتشوفوا. مباشرة من هنا غادي ننتقل للعوينة كذلك اللي عندي هنا في هذا الخيط، وغادي نخلي بيناتهم الفراغ اللي غيكفيني جوج غرز يعني فاش نجي هابط. دابا نكمل الخدمة ديالي عادي، غنخدم الغرز يعني حتى لجهة التوب، غادي ندير الدقة ديال التوب كما كتشوفوا. الدقات كنديرهم رقاقين ومنتظمين مع بعضياتهم، وكنجبد التوب يعني من الفوق، عاد كندير الدقة كما كندير لتحت. دابا كنهبط كنخدم يعني الغرز كاملة، كذلك داك الفراغ كنعمر فيه جوج ديال الغرز. شتو باش غادي نرجعو لعدد ديال الخدمة اللي بنينا في الأول، يعني 8 ديال الغرز ديالي غادي نرجعهم في الخدمة دابا. كنكمل عادي يعني حتى الاخير جهة التوب. كندير الدقة ديال التوب. دابا غادي نبقى نخدم يعني نبقى طالع نازل كنخدم يعني اسطر ديال السامبل. كيبقى الاختيار ديالكم العدد ديال الاسطر، ممكن تخدموهم بحال اللي خدمتهم انا يعني العدد، ممكن تخدموا اكثر باش يجيو يعني الزواقات ديال المسوس يعني متباعدين، كيبقى الاختيار ديالكم. كما كتشوفوا كنطلع كنخدم جميع الغرز يعني بثمانية حتى الاخير. خدمت الغرز كاملة يعني بثمانية نفس العدد باش بدينا الخدمة ديالنا. دابا ندير الدقة ديال التوب، وغادي نهبط كذلك كنخدم الغرز كاملة، يعني هذا هو السطر الأول من بعد ما سدينا الزواقة ديالنا. كذلك غادي نزيد جوج اسطر، يعني غنطلع وننزل جوج المرات، يعني عدد ثلاثة ديال الاسطر في المجموع يعني بين كل زواقة ديالي. باش نخدم الطريزات ديالي بين الزواقات كما كتشوفوا الخدمة ديال السامبل كتجي مدقوقة ومزيرة يعني في الخدمة. نزيد آخر سطر يعني غادي نطلع في الخدمة ونرجع ننزل باش نفتح الزواقة الموالية.
اسمحوا لي على هاد الاصوات اللي كتسمعوا، يعني كنعتذر منكم لان عندي القطوط حدايا. شتم بعد ما كنكمل اخر سطر، يعني من داك 3 ديال الاسطور. دابا غادي نبداو الرسمه ديالنا كما كتشوفوا، يعني هنايا غادي نطرزو في هاد السامبل. كندير جوج غرز يعني متتاليه كما كتشوفوا باش نفتح الزواقه ديالي كما درت في البدايه. يعني غننقز العوينه الاولى وناخذ العوينه الثانيه باش ننتقل بالخيط على شكل مائل يجي مثلث. هنايا فاش كنطلعوا كنخليو جوج عوينات اللي بقاو لنا في الاخير، يعني كننقزو وحده وحده كنثبتو فيها الخيط كيجي يعني جهه الثوب، باش غنهزوه بالغراز باش نعوضو داك جوج دقات اللي درنا في الجهه لتحت. شتو كنزير هنايا هاد الغرزه اللي كنهز بها هاد الخيط يعني ما امكن. وغادي نزيد الدقه الثانيه في الثوب، وغادي نهبط دابا كنعمر 4 الغراز ديالي في كل خيط. شتو هاد الغرزه الاولى كنزيرها، الغرزه الثانيه حداها كنخلي العوينه بيناتهم باينه باش غنهزها في الخدمه يعني من بعد. هذه الغرزه الثالثه، هذه الغرزه الرابعه. شتو دابا وقف المثلث يعني في الخدمه كما كتشوفوا ملي عمرتو بالغراز. دابا غادي نهبط كنخدم السامبل اللي عندي هنا في الوسط، حتى كنوصل للخيط يعني ديال الجهه لتحت كذلك كنعمرو بالغراز. نعمر 4 الغراز كذلك هنا نفس الشيء. شتو الغرزة الاولى كنزيرها للجانب باش تخلي لي يعني الخيط المكان الغرز الباقية. بعد ما كنعمر 3 الغراز كيجيو مدقوقين كندير الغرزة الرابعة كنخلي العوينة ديالها باينة. دابا نستمروا في الخدمة عادي كما درنا في البداية. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الخدمه ديالنا كيفاش كيجي، يعني اسهم ديال الراندا المسوسه. غتكملوا حتى الاخير الهبطه يعني نفس الشيء. غادي ناخذ دابا اللون المغاير باش غادي نبدا الطرزه ديالي. كما كتشوفوا عندي هنا 7 ديال الغرز مستفين جهه الثوب، يعني غادي ناخذ 3 الغرز ديال الوسط. يعني نخلي الغرز يعني من الجانب كما كتشوفوا باش ما يجيناش الطرزة مغطية لنا الزواقات ديالنا. كناخد غير 3 ديال الغرز كما كتشوفوا، من بعد 2 غرزات يعني اللي بقاو لي جنب الزواقة. كنطلع يعني في السهم ديالي كنطرزو كناخد دائما 3 ديال الغراز يعني مستفين مع بعضياتهم. شتو انا غادي ناخد دابا غير 3، يعني ما نوصلش حتى للجوانب ديال الزواقات باش ما يغطيوناش الطرزات يعني الزواقات ديالنا. كنبقى غادي كنطرز يعني حتى كنوصل للوسط ديال الخدمه ديالي باش كنقلب الاتجاه يعني للجهه المقابله. شتو دابا وصلت للوسط، دابا غادي تعكس ليا الاتجاه ديال الطرزه على شكل في. كنبقى نطرز يعني حتى الاخير. ممكن تطرزو يعني بلا مرمه بلا والو، ممكن تشدو يعني الخدمه ديالكم بابره او فنته مع الخديه بحال هكا وتبقاو تخدمو بكل بساطه وبكل سهوله.
دابا من بعد ما ساليت بهذا الخيط غادي ندفنوه يعني في الظهر ديال الخدمة في الجانب ديال الطوية ديال التوب. غادي ناخد دابا اللون ديال التوب وغادي ندير الطرزة الموالية. كيبقى الاختيار ديالكم، ممكن تخدموا الطرزات كلهم بلون يعني اللون المغاير، ممكن تخدموا بجوج الوان كما درت انا. كما كتشوفوا هنا كناخد غير ثلاثة الغرزات اللي عندي في الوسط ديال السامبل. ونفس الشيء كنطلع كنطرز هاد في يعني هاد السهم يعني حتى الوسط. وكذلك فاش كنوصل للوسط يعني كنولي نخدم يعني الجانب المقابل حتى الاخر. دابا من بعد ما كنسالي يعني هاد الطريزه ديالي كننتقل يعني الطرزه المواليه. من بعد ما كندفن الخيط كما قلت لكم هنا في الجانب باش يجيو الزواقات المسوس ديالنا ما كيبانش الخيط من تحت منهم، يبانو نقي في الخدمه. كنستمروا حتى الاخير ديال الهبطه ديالنا. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الخدمه ديالنا النهائي من بعد ما كنطرزوها يعني بلونين. كما كتشوفوا هنا هاد الاسطور كيجيو يعني جنب الرشمه باش ما تبقاش مدرقه لنا الرشمه بالطرزات، يعني تجي باينه كذلك في الخدمه. وحتى الخيط اللي انتقلت به كما كتشوفوا دفنته في الجانب ديال التوب يعني باش ما يجيش باين لي من الزواقات. هذا هو الشكل النهائي ديال الخدمه ديالنا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ودعموه بجيم وبالبارطاج، والى اللقاء في فيديو قادم.